نرحب بشاعر الجنوب الكبير الأستاذ محمد المساعدي. سعيد حيث الشاعر الجميل بيومك هذا الجبل الشاعرة غنية خليل والشاعر محمد المساعيدي أهلا بيكم. والجميل أو من الحاجات الجميلة اللي بيسألون عافية وأنا قاعد هنا شاب مصر من العراق وأخي الحبيب من السعودية وانضمت إليهم الفنانة رجاء العبكي من السودان. الجمال يعني تجمع عربي جميلة وطبعا احنا اكثر من مرة في يعني الوقت خاصة اللي بيبقى فيه معرض كتاب السنة اللي قبل اللي فاتت كان حاضر عندنا حوالي 15 شاعر عربي من مختلف بلدان عربية. جميل ان احنا نجتمع وجميل ان احنا نسمع بعض الشعوب متصالحة جدا مع بعضها وإن اختلف أو اتفق قال لكن الشعوب متصالحة. من الحاجات اللي بنقدمها في صالون العافية وحاجات بتميزنا الفقرة بتاع الأستاذ مصطفى عز اللي فيها تنمية بشرية وحاجات جميلة. عندنا فقرة ثقافية برضه بنتميز بيها بنحاول ننوع الحاجة. أستاذة عزة هتقدم لنا حاجة سياحية بس مختصرة أستاذة عزة عشان الوقت يعني عشان جتي متأخرة وصلت متأخرة كل مرة أنا اللي أختصر. طب أنا النهاردة مش هختصر. لا أنت قلت أنا مستعجلة. لا الأول السلام عليكم. أنا مش هتكلم في الميكروفون عشان يركزوا معايا. شفت الناس هتمشي ومش هتسمع التاريخ. معايا سلام عليكم. مين فاكر احنا قلنا ايه في المرات اللي فاتت؟ كنا في القلعة لسه؟ ده احنا قعدنا فيها من يناير واحنا في القلعة. لا احنا النهاردة هقول حاجة على مناسبة الحرب. هنروح لقصر المنتزه. معايا؟ قصر المنتزه؟ ركزوا انا مش هتكلم في الميكروفون عشان تسمعوا كويس. قصر المنتزه بيقع على 370 فدان في حي المنتزه شرق الاسكندريه. بينقسم الى قسمين قصر السلاملك وقصر الحواملك. قصر السلاملك ده اللي بناه الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1892. ركزوا شويه في عباس حلمي الثاني ده لان ده لو حد بيتتبع التاريخ هلاقي ان الراجل ده عباس حلمي الثاني ده يعني الخديوي ده ليه ايادي بيضاء على مصر وعمل حاجات كويسه. هم بصراحه هم 11 حاكم من الاسره العلويه حكموا مصر. ما فيش فيهم الا ثلاثه هم اللي يعني فيهم عملوا حاجه كويسه اللي هو طبعا مؤسس النهضه محمد علي الخديوي اسماعيل اللي هو عمل جاب حضاره من اوروبا وعمل القاهره باريس الشرق وعباس حلمي الثاني. عباس حلمي الثاني ده ابن توفيق وايه يبقى جده الخديوي اسماعيل. هو طلع لقى ان ابوه توفيق خاين وهو مش راجع عن تصرفاته فكان ايه حاطط ان الخديوي اسماعيل جده هو كل ايه يعني همه يبقى زيه. معايا؟ حكم مصر 22 سنة من 1892 إلى لما عزلوا الإنجليز 1914. حد فاكر المقولة اللي كانت بتقول الله حي عباس راجع جاي؟ مش فاكرينها طبعا. مش ده اللي كان بياخد البيبان بتاع الحواري وبياخد فيها؟ لا مش ده عباس مين؟ لا ده اللي بدل أول بقى. ما أنا بقول لك هما ثلاثة اللي كويسين في الأسرة العلوية. ده حكم 22 سنة والشعب المصري كان بيحبه لدرجة اللي لما انجليز عزلوه
طالبوا ان هو يرجع تاني. مش عارف اذا هو طالب انه يرجع وده اللي الناس طلبت انها ترجع تاني، لكن هو ايه كان العباس حلمي التاني ده اللي هي بتتعمل منطقه العباسيه هو اللي اسسها. المهم احنا كده في قصر السلام لك ده ليه بناه بقى؟ بناه خلاص الستات كده يشوفوا الهدايا بتيجي ازاي يعني. ها قصر السلام لك ده بناه عشان كان هو في اوروبا وكان في المطر وتعرف على الكونتيسة ماري تور وحب يجيبها مصر، فعشان يجيبها مصر هيجيبها كده تقعد في شقة بارد جديد ولا حاجة؟ لا، راح عمل لها ايه قصر السلام لك ده. ده كان تحفة معمارية، اللي يروحوا يشوفوا هو تحفة معمارية. هو دلوقتي بقى فندق 5 نجوم. عاوز يعزمني، عاوز يعزمني. لا بس ما تفرحوش قوي، ما هو استنى، ما هو لما جابها وقعدها في ايوه اللي هو فندق فلسطين لما جابها بقى واتجوزها واسلمت وغير اسلام يعني غيرت اسمها لجيلان هاني، رجعها تاني القاهره يعني، ما تزعلوش. قصر الحراملك بقى، قصر الحراملك هو ده يعني الفرق بنى سنه 1925 اللي بناه الملك فؤاد الاول. الفرق بين القصر ده والقصر ده 30 عام. هو برضو الملك فؤاد كان غاوي برضو ايه التراث الاوروبي، بس هو كان ميال لايطاليا، هو وابنه فاروق كانوا غاويين ايطاليا شويه، فكان اللي هو القصر الحراملك ده مبني على التراث الايطالي. كل اللي بيروح لو حد راح يعني حضارة ممتازة تلاقيها جميلة جدا، وفيها من أنظر الأنواع، وفيها أشجار جميلة جدا ونادرة جدا، وفي كمان يعني مساحة 370 فدان بتطل على 5 شواطئ. شاطئ هتطلع في الصورة. 5 شواطئ، شاطئ عايدة، كليوباترا، فينيسيا، سمراميس، والشاطئ اللي هو كان الاول بيطل بيسموه على الخليج المنتزه، ورجع بعد ما عملوا فندق فلسطين بقى اسمه ايه شاطئ فلسطين، ده خاص باللي هو الفندق فلسطين. يعني هو في مصر اتسمى باسم فلسطين؟ ما هو اتعمل امتى؟ اتعمل لما عبد الناصر استلم الحكم، فبقى ايه كان مهتم بالقضيه الفلسطينيه، فعشان يبين يعني ان هو كده. ما هو القصرين هما فضلوا موجودين، القصرين دول متنزه ومصرف للعائله المالكه لغايه لما لغايه لما الملك فاروق اتعزل. جه مين؟ عبد الناصر، خدوه للرئاسه، وفعلا كانوا خليه للرئاسه. فهو بقى ايه فندق اللي هو السلاملك اللي احنا بنقول عليه تحفه معماريه، اللي هو اتبنى ده 1892، ده كان رائع رائع فعلا. فقالوا له ايه احنا هنعمل علشان يعملوا فيه القمه العربيه، فراحوا ايه عاملينه باسم فلسطين عشان ايه القضيه الفلسطينيه يعني، واحنا اللي ما شفناش حاجه يعني، احنا الاصول كانت تبع العيله المالكه وبعد كده برضه احنا ما شفناش. اوكي اوكي ماشي عادي عادي. المهم فضل زي ما بنقول ده مصيف للعائله المالكه، ولغايه ما قام الثوره 23 يوليو انضمت طبعا هي القصرين، قصر السلاملك وقصر الحراملك، انضموا للقصور الرئاسيه في عصر عبد الناصر. وفعلا هو بعد كده غير قصر السلاملك وخلاه للفندق فلسطين، واللي هو قصر الحراملك اللي بناه الملك فؤاد ده خلاه يجتمعوا فيه اللي هو مجلس قياده الثوره. وبعد كده دلوقتي حتى برضو ما حدش بيخشوا كتير يعني. المهم هو كده لغايه سنه 1964 عملوا فيه القمه العربيه اللي اقاموها بمناسبه ايه فلسطين. عايزين اختصرت اهو وخلصت. ماشي.